زي ما انت عارف يعني احنا في جيلنا محتاج طلعة وروحة وجاية، متعودين على الشغل في كل مكان، السفر، الاشياء هذه. بعد لما يجي الحجر تتلخبط كثير المشاعر. يعني واعتقد واحد مثل ياسر السقاف بحيويته المعتادة، بحركته المعتادة، بظهوره الدائم في اماكن مختلفة، كيف ممكن يقابل الحجر؟ خلونا نشوف هذا الفيديو وبعدين نسولف وياه. أحب أقول لكم إنه أنا عندي روتين يومي معين بقضيه هنا في البيت. الأشياء اللي بسويها اللي تبسطني جوا البيت بتضيع مني هذا الطفش. صرت أدخل المطبخ بشكل شبه يومي، أسوي اللي أنا أبغاه واستمتع. أي والله استمتع. أنا اليوم هسوي الستيك على طريقتي الخاصة. الله يعين الشيفس الموجودين في العالم العربي اللي يشوفونا الآن. ترى يا جماعة الخير جايكم منافس شديد، انتم عارفين الأزمة اللي حتصير فيه. في أصحابي اللي ألعب معاهم بلاي ستيشن وإحنا 12 واحد بنلعب دوري كل يوم، بنتأهل في ديفيجن، نخسر نفوز ننبسط. يلا بسم الله. الواحد قد ما يقدر يستغل وقت النهار قبل الساعة 5 قبل منع التجول. قبل الفطور يدوها واحدة. الحقيقة إنه أنا بديت أتعود وبديت أنبسط وأحس إنه في أشياء كثيرة أقدر أسويها ما أعتقد إني كنت أقدر أسويها جوا البيت. الواحد دائما يحاول قد ما يقدر يتفائل، وأنا من الناس المتفائلة، وإن شاء الله هذه الأزمة راح تعدي وراح ترجع الحياة طبيعتها وحننبسط كلنا. الرائع والزميل والصديق ياسر السقاف، مساءك خير يا رب. مساء خير محمد، امسي على احمد وسيرين، وطبعا وحشتونا كثير، وحشتنا ليالي بيروت. انا عارف انك كنت في الرياض محمد، شهادتي فيك مجروحه حبيبي، نورك وطلتك حلو في البرنامج، يعطيك الف عافيه حبيبي. اشتقنا لك والله يا ياسر، وانا مبسوط انك خلصت البرنامج قبل الكورونا بشوي. تخيل لو انها قفلوا عليك، بيصير الظاهر البرنامج زي كذا كله اونلاين. احكي لي عن طبعا الهروب من الكورونا. أكيد طبعاً، برنامج The Voice Kids كان اللايف حقه يوم 8 مارس، رجعت المملكة العربية السعودية على طول ثاني صباح، ويعني من يومها وأنا موجود في البيت إلى يومك هذا. الحمد لله على كل حال، رب ضارة النافعة، إن شاء الله بإذن الله هذا الوباء ينتهي، ما الجائحة تختفي تماماً من عالمنا ونرجع لحياتنا الطبيعية وأحلى إن شاء الله. طبعاً The Voice إذا كان في وقت كورونا يعني أتوقع أنه حيكون صعب جداً، لأنه الغناء يحتاج إلى فم ويعني يحتاج إلى صوت، وأنت غالباً وأنت لابس الكمامة صعب جداً إنك تطلع على الفن اللي عندك. لو على الكمامات نشترك أنا وياك، ترى بالكمامات نشترك أنا وياك ونفوز يعني. أي أحد ممكن يفوز. طيب ياسر بالكمامة. ياسر أحكي لي عن صدق، يعني ترى صعب إنك تصنع محتوى في الحجر، يعني كلنا جربنا، أي أحد يصنع محتوى في السوشيال ميديا ولا حتى يعني في أي وسيلة المحتوى يكون ثقيل، فكيف قدرت كده تنعش عمرك تصنع محتوى أثناء الحجر؟ طبعا محمد خليني أقول لك، يعني اللي حساباتهم موثقة ويشاهدون ملايين من الناس من العالم العربي دائما يكون عنده مسؤولية كبيرة وإحساس بالمسؤولية يخليه دائما يبتكر ويدور على شيء يصنع فيه محتوى ومحتوى مفيد إن شاء الله. أنا من الناس اللي أحب أقدم حتى ولو معلومة بسيطة يومياً تكون لها فائدة لكثير من الناس، مئات الألوف اللي يتفرجوا علينا في سناب شات تحديداً أو أي موقع تواصل اجتماعي. أنا أكتب على سناب شات أكثر لأنه الحساب يشاهده يعني فوق المليون شخص. فبالنسبة لي أنا إذا ما قدمت معلومة مفيدة يومياً أحس إني مقصر تجاه هذول الأشخاص. بقرأ كتاب معاهم وهذا بشكل يومي، بحاول قد ما أقدر إني أنا أوري روتين المنزل الإيجابي في ظل هذه الجائحة اللي كثير من السلبية ممكن تدخل بيوت الناس، وكثير من يعني الإحباط وكثير من القلق
وممكن يوصل إلى اكتئاب. فدائما إحنا مسؤوليتنا تجاه الناس اللي تتابعنا إنه نحن نقدم محتوى مفيد. كنا بنقدم The Voice إلى يوم 8 مارس، وقفنا. The Voice Senior تأجل إلى وقت لاحق إن شاء الله على شاشة BC1، إن شاء الله تشوفوا شيء يعجبكم. ولكن الآن مسؤوليتنا إنه نحن دائما نكون إيجابيين، نتخطى هذه الأزمة مع بعض، يدنا في يد بعض، إن شاء الله بإذن الله حنقدر. فصناع المحتوى، يا سلام، سمعت إن مشكلة كبيرة اليوم محمد، أنت واحد من صناع المحتوى وتعرف بالضبط أنا إيش بقول، لأنه إيجاد المعلومة المفيدة في هذا الوقت يحتاج إلى كثير من التفكير، كثير من التجارب داخل المنزل، كثير من الأشياء، الأدوات اللي أنت تحتاجها وما هي موجودة عندك، لازم تخترع أشياء. والحين أنت ما شاء الله يعني أنت داخل الظاهر مش بس The Voice، توب شيف بتخش وياهم، شوف مهارات الطبخ ارتفعت. أيوة يعني أنا بحاول أنافس، أنا يعني هذه واحدة من الأشياء اللي أنا اكتشفتها فيها، أنا ما كنت أعرف أدخل المطبخ.